ما كانش فيه يمكن حتى الاسكان، كان ملف الاسكان كان لمحدود دي الدخل. نقطة مهمة دكتور راشد، كويس إن حضرتك فتحتها، فكرة الإسكان. وبما إنه حضرتك أنت يمكن ملف التنمية العمرانية أنت من الناس المعنية بيه بشكل قوي، وطول الوقت في أحاديثك الإعلامية بتهتم بيه وبتسرد كتير جدا في الإنجازات اللي تحققت. أنا عايز حضرتك بقى تقول لي كده وتقول للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهاردة اللي حصل إيه في ملف الإسكان الاجتماعي ومحدود الدخل، المدن الجديدة اللي الدولة عملتها، مش بس كمان فكرة إن أنا كنت بوفر سكن للناس، أنا كمان وفرت فرص عمل مستدامة وشغلت مصانع وشغلت صناعات مرتبطة بالقطاع العقاري. ويمكن حضرتك أنت في غرفة التطوير العقاري طول الوقت ليك إسهامات مهمة جدا في فكرة التركيز على حجم الإنجاز اللي تحقق في ملف التنمية العمرانية تحديدا في مصر بكل قطاعاته يعني. خلينا نتكلم على الجزء الأول وهو التنمية اللي تمت في يمكن محدود الدخل. احنا ابتدينا في 2014 عملنا صندوق لتنمية المحدود أو صندوق محدود الدخل أو وتمويل محدود الدخل للإسكان. طبعا المهندسة مي عبد الحميد اللي كانت متولية هذا الصندوق الملف، الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي لمحدود الدخل. ويمكن ابتدى المشروع ده في 2014، وكان عدد الوحدات المطروحة لا يتعدى ال 250 300 وحدة في هذا الوقت. ده حقيقي. وكان اللي بيتعامل في هذا الملف حوالي 3 بنوك. ودلوقتي احنا بنتكلم حجم الشقق اللي في خلال اللي تم كإسكان اجتماعي على مستوى الجمهورية بيقارب المليون وحدة. يمكن في دعم من الدولة، طبعا سعر الفايدة بالنسبة لمحدود الدخل اللي هو طبعا الدخل بتاعه أقل من 3000 جنيه، إن هو يقدر يبقى عنده فرصة للتملك الوحدة على 30 سنة من خلال مبادرة 3% إسكان المتوسط ومبادرة 8%. ويمكن كان آخر طرح تم من حوالي الأسبوع اللي فات ل 130 ألف وحدة بالظبط، هيتم الإعلان التكميلي للإسكان سكن لكل المصريين. ساكن بالظبط لكل المصريين. بالظبط فعلا. فده طبعا انجاز، انك انت في خلال 10 سنين انك انت تقدر توصل مليون وحده، ده ما تمش في على مدار 40 سنه ماضيه. فده انا شايف ان في حصل طفره كبيره. عندك ملف تاني طبعا القضاء على العشوائيات بالظبط دكتور رشيد، يعني كويس ان انت اتكلمت عن نقطه العشوائيات بشكل عام. الناس دي تحديدا اللي حياتها اتغيرت، اللي ما كانش قادر يحصل على شقه قبل كده، وحده سكنيه، الناس اللي كانت ساكنه في مناطق عشوائيه زي تل العقارب وروضه السيده وحاليا والاسمرات دلوقتي، وفي اسكندريه بشاير الخير وغيط العنب. الناس دي هي اكتر حد يقدر يحكي لك او يقول لك حجم المعاناه اللي كانت فيها. واعتقد ان دول النهارده هم كانوا بيمثلوا ملح الارض، الناس اللي نزلت وشاركت وعملت كل هذا الاقبال. الناس دي فعلا شافت الدوله اهتمت بيها ازاي وعملت لها ايه على مدار السنين. دي حقيقة. وده من خلال طبعا العديد من، يعني احنا شفنا مثلا مثلث ماسبيرو اللي تم طبعا نقله، طبعا يمكن شفنا برضو منشية ناصر، منشية ناصر وشفنا العديد من المناطق اللي كانت غير آمنة وغير مخططة. وده كان تراكم طبعا عدم تخطيط لعقود طب دكتور ماضية. راشد، المشروعات الاسكان الحاجات دي شويه هي مشروعات خدميه، يعني الدوله النهارده ما بتعملها هي مش مستنيه منها عائد، هي بتنمي حياه الانسان وفقا للحق الدستوري لاي مواطن انه يلاقي سكن ملائم. وده يخلينا نقول ان الدوله ما كانتش النهارده بتفكر في مصلحته ولا تقول النهارده انا هستفاد ايه، لكن النهارده يمكن الدوله في ملف زي ملف الاسكان وتطوير العشوائيات النهارده ده ملف اتاخر من 40 سنه، كان المفروض حكومات قبل كده كتيره قوي تعمله، لكن قدر كان الحكومه مؤجل، الحاليه كان ان هي يعني مؤجل. تقتحم هذه دي حقيقة. الملفات. رؤية حضرتك يا دكتور لحالة التنمية العمرانية اللي حصلت في البلد على مدار ال9 سنين، ازاي الدولة كدولة النهاردة قدرت تغير من شكل وآلية الخريطة العمرانية وقدرنا نستحدث حالة تنمية عمرانية مستدامة؟ ويمكن حضرتك دايما كنت بسمع انك تقول بقى عندنا أنماط جديدة للبناء، العمارة الخضراء والعمارة المستدامة والمباني المستدامة، الحاجات دي ما كانتش موجودة، ما كناش نعرف عنها مصطلحات ما حاجة. كناش يعني عايز حاجة تحكي لي يعني مستحدثة يمكن. ايه موضوع البناء المستدام والعمارة المستدامة والمدن المستدامة، الحاجات دي غيرت ازاي فكر العمارة في مصر؟ طب قبل بس ما نخش في النقطة دي يا أحمد، يمكن احنا عايزين نعرف أو عايزين برضو نتكلم أكتر عن الإسكان الاجتماعي تمام ويمكن تمام الإنجازات اللي عملتها الدولة الدولة خلال الفترة اللي فاتت في خلال 9 سنوات الماضية.
بداية بحجم الإنفاق اللي تم على هذه الوحدات. أنت بتتكلم حجم التمويل العقاري في الفترة ال10 سنوات الماضية وصل في الوقت الحالي لحوالي 100 مليار جنيه. رقم كبير طبعا يعني. الاعلان اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه سكن لكل المصريين، الدوله رفعت حجم التمويل العقاري من 60,000 على الوحده ل 120,000، ل 120 ألف، فده النهارده رقم وسعر كبير جدا. الوحدة من 500 بيعمل لك خصم 120 ألف، بيوصل لحوالي 380 ألف، 380 الف تقدر جنيه تقسط على 20 سنة بفايدة حوالي 7.5%. تمام. فطبعا ده، وطبعا الفرق في يمكن في الفايدة ده بيتحمله البنك المركزي في المصري. حاجه انا اسف يا دكتور دي راشد جزئية. الجزئية بالظبط. الثانية ان حجم لو احنا بنتكلم على 100 مليار جنيه انفقوا على التمويل العقاري، 65 مليار جنيه لمحدودي الدخل و35 مليار، نسبة كبيرة. فالنسبة الأغلب هي لمحدودي الدخل، فده يعكس اهتمام الدولة بمحدودي الدخل وتوفير المسكن الملائم ليهم اللي بيبدأ من 90 متر، وحجم اللي تم الإنشاءات اللي ما تمش على زي ما أنا قلت، ما تمش في خلال 40 سنة، صح تم في خلال 10 سنوات. تمام. وكمان كمان يا دكتور راشد، الدوله ما كانش فكره ان انا النهارده ببني وحده خرسانيه وبس، لكن لما كنا بنشوف حتى في تحت السيد الرئيس لمشروعات الاسكان بيتكلم النهارده عن مجتمع وحياه عمرانيه متكامله، يعني في وحدات سكنيه، في مسجد، في كنيسه، في الخدمات دور انت العبادات بتتكلم حتى عن الخلاجه، يعني بتكلم على دي التنميه بقى العمرانيه. فانا عايز خلينا اكلمك نفرق على بين احنا كقطاع سكني، هو احنا مش بنتكلم على المقاولات وان احنا نبني عمارات لا، عمارات من غير خدمات انت ما اديتش الهدف او ما وصلتش للهدف اللي انت من التنمية بين التنمية. بالظبط. لكن لو انت عملت مجتمع متكامل فيه كامل الخدمات، من مستشفيات، من سوبر ماركت، من اجزخانات، من عيادات، فانت كده بتقدر انك انت بتقدم خدمه متكامله للمواطن، ان يقدر حتى النقله. يمكن لو اتكلمنا على قضاء على ملف العشوائيات، انت كنت عايش من غير اي خدمات، الناس ما مش فيش عايشة صرف تقريبا، صحي، ما ما فيش فيش مفيش حياة، ميه، ما ما فيش فيش حياة. لما تروح دلوقتي لا، انت بتروح مثلا الاسمرات، حي الاسمرات، بتروح مثلا حياة متكاملة حياه متكامله فيها حتى آدمية ادميه، فيها صح، ملاعب للكوره، فيها دور خدمات، عبادة، دور مدارس، عباده، مستشفى. كنائس، فيها جميع الخدمات المطلوبه ان انا اقدر ان انا اتعايش. فده بالتالي انعكس على ثقافه، احنا كده اتكلمنا في اول الحديث على البناء الانساني، تمام. فانعكس طبعا على بناء الانسان المصري والتركيز على بناء الانسان المصري. نقطه مهمه جدا برضو بعيدا عن حته الاسكان، الاهتمام بالتعليم الفني. احنا زمان كان عندنا دايما مفهوم ان التعليم هو كان سبة يعني، كان لو تقول لحد انا هدخل ابني تعليم فني يتريق عليه ان ده حاجه يعني وحاجة تنتقص من قدره مجتمعيا وكده. انه وبالنسبه له هي الشهاده الجامعيه، هي الشهاده دي هي حتى ممكن ما بيشتغلش بيها، بس هي لا دي هو مش زي ممكن، هو ما كانش بيشتغل يعني. دي حقيقه، بس ان هو هي دي ايه المؤهل بتاعه انه يقدر يبدأ حياته ويقدر ان هو يتوظف بيها. لا، الفكر اختلف دلوقتي، الفكر اختلف، الدولة متجهة او اتجهت الفترة اللي فاتت على التركيز على التعليم الفني من خلال المدارس التخصصية، وشفنا العديد من المدارس التخصصية اللي بتطلع عمالة مدربة، بتوفر أيدي عاملة مدربة، يمكن الأجور بتاعتها بعد كده، يعني أنا بخش بتعلم وشوفنا ده حتى بقى في بتعلم بالظبط. وبتعلم، ويمكن كمان إضافة اللغات لهذه المدارس، وزائد إن أنا بحاول إن أنا أدخل تكنولوجيا، نقل التكنولوجيا لهذه المدارس التطبيقية من الخارج إلى مصر محاكاة يعني، كمحاكاة. عشان اقدر النهارده اواكب التغير اللي بيحصل بره ازاي. بالظبط، واقدر يبقى عندي جيل، اطلع جيل عنده القدرات المهاريه والقدرات الفنيه اللي تقدر انها توصل تعلي عجله الانتاج او توصل للمستهدف من عجله الانتاج. طبعا كل ده بينعكس على الاقتصاد. والجزء الثاني طبعا ان يمكن اتجاه القطاع الخاص كمان للمشاركه في الموضوع ده. احنا نشوف بعض الشركات دلوقتي بتقيم المدارس، داخل في بالظبط. المدارس عندنا جزء كبير برضو من يمكن مبادرة الرئاسية ابدأ ابدأ، دي ساهمت برضو في جزء كبير، ان الجزء اللي يمكن كان الشباب عندهم افكار كتير جدا في المحافظات وكان بيؤدي للهجرة، ان هو مش قادر ان هو يحقق المشروع او يحقق نفسه ذاته في المكان في القرية،
فبالتالي كانت الهجرة للمدينة كانت بتبقى والعواصم قوية جدا المدن قوية وبتأثر، جدا. بتعمل ضغط على خدمات العصر بقى. لكن دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين، لا، المدارس دي في مختلف أنحاء الجمهورية. بالظبط. فتح المجال اللي عنده مشروعات ان يقدر ان يقدمها ويتوفر له التمويل، والدولة بتساعد على هذا التمويل تشجيعا للصناعات الصغيره المتوسطه، لان اساس اي اقتصاد هو يمكن نتكلم من 80 ل 85% هي الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر والصناعات التكميليه. ده انا شايف ان ملف الدوله اهتمت بيه الفتره اللي فاتت وادته اولويه، وانا شايف ان هو انعكاساته يمكن ابتدت تظهر، ويمكن في خلال اطار خطه مصر 2030 والجمهوريه الثانيه ده انعكاساته هتظهر اكتر خلال الفتره تمام الجايه. دكتور راشد، كل اللي اتكلمنا عنه ده هياخدني. معلش يا احمد، اتفضل اخر ملف عايز اتكلم فيها اتفضل. الطرق. انا كنتش اقدر اعمل الكلام ده كله طبعا من غير شرايين ما يكون التنمية هي الطرق. شرايين التنميه. ليه؟ لان حقيقي انا كان عندي شبكه طرق متهالكة. متهالكه. انا كان ترتيبي على العالم 128 من جوده الطرق، انا اصبح ترتيبي على العالم دلوقتي 24 من حيث جوده الطرق. انا عندي تقريبا كل وانعكاسات ده كمان على 34 المستثمر النهارده اللي جاي لك، تكلفة النقل دي عامل مهم جدا في بالظبط الاستثمارات اللي جاية. تكلفة النقل وجودة الطرق، انك انت تقدر انك انت بتوفر الوقت عندك. كمان يمكن ابتديت مش طرق بس، انت عندك البنية التحتية، انت طورت البنية التحتية، عملت 22 مدينة جديدة ذكية ببنية تحتية ذكية، عندك غرف تحكم مركزية، عندك شايف تبقى شايف المشكلة بالظبط فين، تقدر حقيقي انك انت من عبر انفاق تنزل تعالج المشكلة، لو سواء صرف صحي سواء مية. عندك لو اتكلمنا عن الاستدامة، يمكن الحكومة ابتدت تطبق ده على محدودي الدخل من خلال 25,000 وحدة لمحدودي الدخل طبقت فيها الاستدامة وتجميع القمامة من المنبع اللي من هي العمر خلال الخضراء والأماكن من تجميع المستدامة. بقى القمامة من المنبع من خلال زي يعني ترانش معين تقدر تحط اللي فيه القمامة، مش هتحطه بقى في باسكت جوه الشارع بيتجمع زي في اللي بيحصل مكان بره ويتم يعني. فرزه ويتم إعادة، تقدر إنك أنت عن تعمل تدوير إعادة المخالفات دي مرة تدوير تانية. المخالفات. دي قدرت إنك أنت تهتم يمكن المساواة. إحنا عندنا ثلاث مبادئ للاستدامة، يمكن الجزء الاجتماعي والجزء البيئي والجزء الاقتصادي. اهتميت بالجزء الاجتماعي، إن حق كل المواطنين المساواة بين حقوق كل المواطنين حتى في العمارة، من ناحية إن لو حتى المتحدي الإعاقة يبقى ليه ليهم طريقة دخول معينة، طريقة يبقى تقديم المبنى رسوم ذات معينة نفسه مؤهلة بالظبط، لتدخل. المبنى مؤهل، سواء المبنى ده عمل سواء وده المؤهل اللي ده بيعرفه منزل، على فكرة في كل مشروعات الإسكان اللي الدولة عملتها. حتى في قطاع المواصلات. انت يمكن القطار الترددي الرصيف، الارتفاع الرصيف هو نفس ارتفاع الاتوبيس الترددي بيتم انشائه حاليا على الدائري على الدائري، بحيث اني لو متحدي الاعاقه اللي بيتحرك. ده ياخدنا لحتة مهمة جدا، فكرة اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وإن كل مواطن الاهتمام بالمواطن قبل بالظبط حقوق الانسان، بالظبط. الاهتمام بالمواطن المصري وتوفير يعني سبل الراحه ليه والمساواه بين حقوق المواطنين، ان هو يقدر ان هو يستغل او يستفيد من الخدمات اللي بتقدمها الدوله. الجزء طبعا ده بالجزء البيئي، طبعا الاهتمام بالعماره الخضراء وزياده طيب المساحات الخضراء انها بتقلل الانبعاثات الكربونيه، ماشي. والتوجيه والاهتمام طبعا ان يمكن في العماره ان هو من الاول خالص من مرحله التصميم المبنى بقى موجه لاتجاه معين. المباني اللي هي صديقة البيئة دي في كل أشكالها يعني بتحاول بالظبط. نستغلها. وبرضه مناقشة البيئة التشريعية لتطبيق الاستدامة من خلال المحفزات تبقى موجودة طبعا. يبقى احنا أي تشريع بقى فيه تمام. محفزات وبقى فيه بنسميها تحديات. تمام. تحديات، وفيه طبعا مثلا جزء عقابي للي مش هيلتزم بيها. فأنا شايف إن هي الفترة اللي فاتت دي كان في تقدم. عندك وسائل نقل مختلفة نظيفة للبيئة صديقة للبيئة، اللي عندك المونوريل اللي تم القطار الكهربي بداية السريع في والال ار الكهرباء تي السريع، الأتوبيسات الصديقة يعني. للبيئة هي اللي بتعمل الدوله كهرباء. دكتور راشد اقتحمت ملف التنميه في كل القطاعات بشكل قوي جدا. القطاع برضه زي الصناعة، والصناعه الصناعة طبعا مثلا يمكن الاهتمام الدولة زي ما اتكلمنا بالتعليم الفني، الاهتمام بالصناعات بدل انت ما بتصدر مواد خام، لا انت بقيت انك انت
بتقدر تعمل مصانع عشان تقدر انت انك انت مستهلكها في السويس النهارده طبعا، هي تستقطب كل انواع الاستثمارات بتاع الصناعه بالظبط. بشكل قوي جدا. وغير كده في عندك انت انشاء الاهتمام بالمواني ذات نفسها، انك انت تقدر طبعا من اهم الاشياء اللي بتساعد على انعاش اي اقتصاد يمكن المواني، اللوجستيات كلها. اللوجستيات كلها احنا عندنا يمكن تطوير هو انت تقدر تقول دكتور ودخلت رشيد مفاهيم جديدة غير تطوير بالظبط، المواني الحالية البحرية، بحيث انها تقدر تواكب حركة التنمية اللي انت شغال عليها وخطة مدروسة. انت عملت المواني الجافة ومناطق لوجستية باتفاق مع دول معينة لنقل صناعات توطين معينة، صناعات توطين معينة صح، صناعات معينة ونقل خبرات، ده هيوفر لك فرص عمل، هيوفر لك مستدامة واستثمارات داخلة واستثمارات ونقد داخلية، أجنبي إلى نقد آخره. أجنبي، فده بالظبط، كله ليه انعكاساته طبعا على أنت وفرت الاقتصاد. كل آليات بيئة العمل اللي تقدر من خلالها إن أنت تدفع مسيرة التنمية قدما للأمام. بس ده بيحملنا مسؤولية سواء كحكومة أو كشعب، إنك أنت لازم أهمية العمل. إحنا مش معقولة إن كل الدولة بتعمل كل المجهودات ده أو المجهودات دي و وده اللي يخلينا نقول ان المشاركه في العمليه الانتخابيه وانتخابات الرئاسه النهارده ده شيء مهم طبعا جدا، عشان طبعا كل اللي حضرتك تفضلت بذكره ده يتم استكماله، لان عمليه التنميه هي ليست مرحله او عمليه مؤقته ليها موعد او تنتهي بشكل، دايما التنميه بتبقى هي عمليه طموحه لا تنتهي، طول الوقت انت كدوله عندك رؤيه وعندك خطه ان انت طول الوقت عايز تعمل افضل وتحقق مكاسب اكتر وتفضل مستمر دي في حقيقة، عمليه دي التنميه. حقيقة. هختم مع حضرتك دكتور راشد بحاجه مهمه، والنهارده عشان لما بنقول انه عمليه المشاركه الانتخابيه في الانتخابات في كل انحاء الجمهوريه مش في مكان معين، يمكن الدوله على مدار 9 سنين اللي فاتوا عملت حاجه اسمها كسر مركزيه العاصمه، يعني ببساطه شديده كده بالبلدي ما كناش بنشوف انه مشروعات التنميه هي مقتصره على العاصمه القاهره، لا تمام شفنا في اسوان بيتعمل تنميه في الوادي الجديد، في البحر الاحمر، في مرسى مطروح، في سيناء، في اسكندريه، في وجه بحري، في الصعيد. وده النهارده مثلا يعني لو هناخد مثال بسيط، مشروع زي مشروع اسكان الاجتماعي، النهارده الدوله عملته في كل انحاء الجمهوريه لكل الفئات المستحقه في كل المحافظات. رؤيه حضرتك في عجاله للموضوع ده، فكره ان انا النهارده كدوله بعمل تنميه في كل انحاء الجمهوريه بشكل بالتوازي في توقيت واحد في نفس التوقيت، ما ارجعتش محافظات على حساب محافظات معينه ولا مناطق على حساب مناطق معينة. حضرتك كان رؤيتك ايه للخطوة زي دي؟ رؤيتي طبعا هي مرتكزة على محورين رئيسيين. المحور الأول اللي هو طبعا احنا كنا عايشين على 7% من مساحة مصر، عندنا كان يمكن تعديات كتيرة على الأراضي الزراعية على مدار عقود طويلة، فيمكن إنشاء 22 مدينة جديدة، أنا شايف إن هو ده بيوسع الرقعة العمرانية اللي بتقدر توفر طبعا فرص عمل، تقدر توفر مساحات زراعية. عندنا مشروع زي الدلتا الجديدة، عندنا مليون ونص مشروع زي فدان، المليون الريف ونص المصري. فدان، الريف المصري، كل ده بتقوم بيه الدولة خلال ال9 سنوات القادمة علشان تقدر تخلق فرص عمل، تقدر انها، لان اي دولة يمكن الاقتصاد اي دوله بيقوم على 3 حاجات: الصناعه زي ما احنا اتكلمنا عليها، وخصوصا الصناعات الصغيره متوسط والمتوسطه ومتناهيه الصغر، والصناعات الثقيله ايضا، الجزء الثاني الزراعه، والجزء الثالث التجاره واقامه مناطق لوجستيه طبعا لاستغلال موقع مصر طبعا. وده ما كانش للاسف، ده قعدنا لعقود طويله ما كانش حد ما بيركز على عندكش الملفات دي. فكرة تنمية، عملية التنمية وقبل تبقى عملية مخططة مش عملية عشوائية. بالظبط، زائد ان في حاجات تانية انت مش باصص بس على البيئة الداخلية بس، انت ازاي تستفيد بالكلام ده خارجيا، خارجيا بمعنى انت عندك في خط دلوقتي اللي هو القاهرة كيب تاون، هو يقدر تربط خطوط سكك القارة حدد الإفريقية كلها بعضها القارة من أقصى الافريقية الشمال لأقصى الجنوب. بالظبط، فتقدر انك انت كتجارة انت تبقى مركز لوجستي للتجارة، بس ده مش هيتم الا من خلال تطوير المواني اللي بيتم في الوقت الحالي. عندك ميناء زي الأدبية الادبيه اللي موجود في يمكن عين السخنة
العين السخنة ولا عدي وميناء العريش، ميناء الإسكندرية. يعني ستة اكتوبر ابتديت الجاف. شفنا يمكن المعرض اللي انتهى من أمس تقريبا، إديكس إيديكس للصناعات الدفاعية للصناعات والعسكرية، الدفاعية والعسكرية، وده بيبين مدى القدرة برضو وتطوير التقدم، الجيش المصري وقواته المسلحة علشان النهارده تبقى أنت ودي حاجة دولة ضرورية لأن الدولة قادرة على حماية حدودها طول الوقت. وده إنجاز مهم جدا يا دكتور، عشان طبعا تحقق على مدار التسع سنين اللي فاتوا النهارده إن أنت دولة عندها القدرة على حماية مقدراتها وصون أرضها وحدودها. وده النهارده اللي خليك تبقى قادر واقف وليك كلمة وليك تأثير في حسم العديد من القضايا الإقليمية اللي موجودة. دكتور راشد لأن يمكن موضوع التنمية ده تمام، مرتبط إني بالقوة أو القوة العسكرية، لأن أنت مش هتقدر تعمل التنمية التنمية من غير ما لابد ليها من قوى امتلاكك تحميها يعني. بالظبط. يعني دي كانت ويمكن ده الفكر اللي تم في سينا في خلال أعمار سينا، إن يمكن كان محاربة الإرهاب مش بالسلاح بس، لا التنمية بالتنمية، بالتنمية وده يمكن والعديد من صح المشروعات اللي حقيقي. تمت في الدولة سينا بذلت مجهود كبير فعلا حقيقي. فيمكن ده كان ليه اثر ايجابي يمكن، وانعكس النهارده وشفناه في يمكن في الاقبال اللي احنا كنا شايفينه على اللجان الانتخابيه. وان شاء الله ده هيبقى استكمالا للخطه لمصر 2030. وده طبعا بيصب لان طبعا التوقعات كلها يمكن الجهات العالمية زي بلومبرج، زي ان الاقتصاد المصري من الاقتصاد الناشئة اللي ممكن يصنف حقيقي من اكبر 10 اقتصاديات في العالم. فانت لو هم مش شايفين اللي انت بتعمله او اللي البنية التحتية انت الاساسية عملتها، مش هتقدر ان انت تمام. مشروع الطاقة احنا ما اتكلمناش عليه، انت دلوقتي بتصدر طاقة التنويع في الطاقة تنويع ومصدر الطاقة الطاقة والهيدروجين الاخضر، الطاقة النظيفة، والعديد من المشروعات. وانت عملت يمكن كان المحطة 4 محطات للطاقة، ضعفت المحط إنتاج الطاقة الطاقة. الطاقة إنتاج الطاقة. فلا، ما فيش صناعة بدون توفير البيئة يعني أنت البنية التحتية حضرتك عايز ليها. تقول إن مفيش ملف إحنا ما فتحناش. عندك 17 في خلال 9 سنوات الماضية، عندك يمكن في 17 مجمع صناعي بإجمالي حوالي 5640 564 وحدة صناعية في 15 محافظة كامل عظيم. التخطيط. فده في عندك في قانون البنى مخالفات البناء، ومخالفات خسارة البنى، مخالفة البناء، ده ودي كانت بيدي مشكلة فرصة بتؤرق الدولة. يمكن حقيقي يحسب للدولة في وطال انتظار. الحالية ويمكن إنها تحل هذا الموضوع تحديدا يعني. ويمكن الفترة اللي فاتت كان تم تأخيره علشان المواطن يقدر يستفيد بأكبر قدر ممكن والدولة من كمان تستفيد، الاستفادة، والدولة طبعا كمان تستفيد تستفيد. تنظيميا. يبقى عندك حاجة، انت لو قدرت انك انت تتصالح، النهارده وصلت للاستمارة رقم 10، هتقدر انك انت تتصرف في العقار بتاعك ده، تقدر تبيعه تقدر تأجره وتقدر تقدر تأجره. تمام. دكتور رشيد الحقيقي الحديث مع حضرتك ممتع جدا وشيق، ويعني محتاجين ساعات وساعات. وبشكرك ان انت قدرت تعمل حالة من الحصاد السريع والملخص لما تم داخل الدولة المصرية على مدار ال9 سنين اللي فاتوا من انجازات اقتصادية، لان ده بالبساطة اللي بيهم المواطن في المقام الاول، واللي النهاردة يقدر النهاردة ينعكس عليه في نسبة المشاركة زي اللي احنا شفناه دي النهاردة. حقيقة. وان شاء الله متمنين بكرة وبعده تبقى نسب المشاركة اعلى. بشكر حضرتك جدا، نورتني وشرفتني دكتور محمد راشد. بشكر حضراتكم جدا. وقبل ما اخدم مع حضرتك، ويمكن اللي احنا قلناه النهارده وضيف الكريم قاله شويه، انا من وجهه نظري انه كافي ان يخلي حضرتك النهارده لو لا قدر الله بتفكر انك يبقى عندك حاله من عدم المشاركه والعزوف عن المشاركه، تشوف البلد اللي حصل فيها ايه، وتبقى عارف ومدرك انه عمليه التنميه لا تنتهي، واحنا لازم ننزل، لازم نشارك. انزل واختار المرشح اللي يناسبك واللي انت شايف ان من وجهه نظرك يتماشى مع فكرك وايديولوجياتك، ويحقق لك كل ما تأمل فيه وترغب في تحقيقه ليك ولاسرتك ولاولادك، لكن لازم تشارك، ده حق البلد دي عليك. بشكر حضراتكم على طيب المتابعه، وان شاء الله يتجدد لقائي بحضراتكم في لايف جديد على موقع